بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم التجاري، النهاردة قناة تعليم وفهم بننشر لكم جدول امتحانات دبلومات الفنية التجارية نظام 3 و5 سنوات تعليم مزدوج الدور الأول 2020. الامتحان هيبدأ إن شاء الله يوم 16/5. 16/5 ده أول يوم في المواد النظرية. 16/5 عندنا تربية دينية ولغة عربية. يوم 17/5 يوم الأحد طبعا حسب الشعبة، شعبة شؤون قانونية عندنا مبادئ قانون عقوبات، عندنا شعبة تسويق، عندنا محاسبة في شركات مساهمة، عندنا شعبة تأمين تأمينات رياضة تأمينات الحياة، شعبة الإدارة محاسبة ضريبية. يوم الاثنين 18/5 شعبة شؤون قانونية وشعبة إدارة عندنا اقتصاد، شعبة تسويق عندنا أعمال وساطة، شعبة تأمين فني إنتاج في التأمين. المادة التانية يوم الاثنين هي عبارة عن شعبة قانون عندنا مادة مبادئ قانون أحوال شخصية، شعبة إدارة إدارة مشروعات صغيرة، شعبة تسويق رياضة مالية، شعبة التأمينات محاسبة في شركات التأمين. يوم التلاتة 19/5 ده يوم راحة. يوم الأربعاء 20/5 على جميع الشعب مادة لغة إنجليزية، دي اللغة الإنجليزية الأولى أجنبية أولى لغة إنجليزية، دي 8 3 ساعات. عندنا يوم الخميس اللي هو هيوافق 21/5 ده عندنا شعبة شؤون قانونية عندنا لوائح مالية، شعبة التسويق سوق أوراق مالية، شعبة التأمين والإدارة سكرتارية باللغة العربية. يوم السبت 20/5 يوم الجمعة راحة، عندنا شعبة شؤون قانونية مبادئ قانون مدني، شعبة التسويق هناخد مادة التسويق، شعبة التأمين التأمينات الهندسية، شعبة الإدارة إدارة المشتريات. يوم الأحد 21/5 عندنا شعبة شؤون قانونية هناخد محاسبة حكومية، عندنا شعبة التسويق وشعبة الإدارة عندنا سكرتارية باللغة الإنجليزية اللي هي البيزنس، شعبة تأمين تأمينات أشخاص. يوم الاثنين 1/6 ده على جميع الشعب، المادة الأولى لغة فرنسية اللي هي اللغة الأجنبية الثانية، والمادة التانية هي حاسب آلي تحريري. طبعا بنمتحن العمل قبلها وأقول لكم العمل بتاعه وإمتى. يوم التلاتة اللي هو يقف 2/6 ده بالنسبة لنا راحة. يوم الأربعاء 3/6 عندنا أول مادة على شعبة التسويق والتأمين والإدارة إحصاء، شعبة شؤون قانونية عندنا مبادئ قانون إجراءات جنائية. يوم الخميس اللي هو يوافق 4/6 ده آخر يوم امتحانات، شعبة شؤون قانونية هنمتحن مبادئ قانون مرافعات، باقي الشعب تسويق إدارة تأمين قانون عمل وتأمينات اجتماعية. الحاسب الآلي هيبدأ يوم 9/5 من يوم السبت موافق 9/5 حسب الجدول المعلن في المدرسة. هيبدأ امتحان العملي من الساعة 9 صباحا ده يوم السبت الموافق 9/5. والله الموفق والمستعان. ان شاء الله باذن الله الاجزاء الملغيه في المنهج هتنزل لكم بها فيديو، والاجزاء الملغيه في كل المواد في التعليم التجاري ان شاء الله غدا او بعد غد باذن الله، فانتظرونا. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.